المسيح نفسه يعني تحدى اليهود وقال من منكم يبكتني على خطية، يبكتني على خطية. فيعني هاي عبارة كتير كتير صعبة وخطيرة في نفس الوقت، يعني تحدي. طب يعني لقولي خطية، لقولي علي، شوفوا في أي شيء. ودول أعداؤه، ودول أعداء عايزين يمسكوا على شيء. فهذه الشهادات طبعا في كتير، لكن لوقت البرنامج هذه الشهادات تبرهن بيقين على قداسة شخص المسيح، وأنه لم يكن له أي علاقة من قريب أو بعيد، ولا صراعات ولا ميول وهو امتنع عنها، ولا حتى البعض بيحط العبارة دي حقيقة خطيرة. حتى بعض اللاهوتيين اللي للأسف ضد الكلام ده قالوا أنه هو كان بناسوته ممكن أن يخطئ، لكن لاهوته منعه. يعني ده كلام أنا مش مقبول وضد إيماننا. ما كانش في حاجة اسمها لاهوته يمنعه من أنه، لأن نفس ناسوته قدوس.